لما تكون بشرتك سودة وعايش في بلد بتعاني من العنصرية ولسه يدوب البلد اللي انت عايش فيها خلصانة من فترة عبودية للسود وترفض الانضمام في الجيش في وقت حرج جدا الدولة بتاعتك بتمر بيه نتيجة لوازع اخلاقي وديني عندك، وبتعاني طول حياتك من العنصرية والاضطهاد والسرقة والعنف، وعلى الرغم من ده كله تثبت انك احد افضل الرياضيين اللي جم في تاريخ البشرية. يبقى معاكم عبد اللطيف، وفي الحلقة دي هنتكلم عن الملاكم محمد علي. بالمناسبة بس قبل الانترو انا قاصد ان انا اقول الملاكم محمد علي لان كلمه كلاي هي كلمه انجليزيه بتعني الطين وبترمز للبشره السوداء، ودي كلمه عنصريه فاتمنى ان انتم ما تستعملوهاش زي ما انا مش هستعملها في الحلقه دي. يلا بينا نخش بالانترو. يوم 17 يناير سنة 1942 في عائلة متوسطة الحال لون بشرتهم اسود عايشين في ولاية كنتاكي في امريكا يتولد كاسيوس مارسيليس، طفل لون بشرته اسود بيتولد في بلد العنصرية فيها على ابوها وبيتم فيها ممارسة كل انواع الاحتكار لاي حد لون بشرته مش بيضة. بيكبر في البيئة وفي البلد دي وبيوصل لسن 12 سنة. في السن ده العجلة بتاعته بتتسرق فيروح لقسم الشرطة ويبلغ عن سرقة العجلة دي وينفعل وينهار قدام الضابط اللي بيكتب له المحضر ويقول له ان انا لو شفت اللي سرق العجله انا هموته من الضرب، ولكن الضابط بيرد على كاسيوس وبيقول له ان انت لو عايز تضربه فعلا يبقى اتعلم ازاي تضربه. الضابط ده كان اسمه جو مارتن، فيقول لكاسيوس ان هو عنده صاله بيدرب فيها الناس للملاكمه، يعني لو حابب تيجي، وفعلا بيروح الصاله دي ويبدا يتعلم الملاكمه علشان سنه 1954 يشارك في اول مباراه ملاكمه ليه ويفوز فيها، ويكمل كاسيوس في التدريب واللعب علشان يبدا يفوز بكل البطولات اللي موجوده في امريكا في السن بتاعه. في سنه 1956 يفوز بالقفازات الذهبيه للمبتدئين في الوزن الخفيف، وبعد 3 سنين يفوز برضه بالقفازات الذهبيه ولكن في البطوله الوطنيه للابطال في الولايات المتحده، وغيرها القاب بياخدها وراء القاب بتخليه مؤهل ان هو يشارك في البطولات الكبيره مع الكبار ويكون ممثل لاسم الولايات المتحده الامريكيه في اولمبياد روما اللي كانت سنه 1960. يشارك كاسيوس في التصفيات اللي بتشكل منتخب امريكا وفعلا بينجح ان هو يكون ضمن المنتخب ده ويسافر روما، لكنه كان كاركتر مختلف في عالم الملاكمه. كاسيوس ما كانش خايف من اي خصم بيقابله، دايما هو اللي بيبادر بالهجوم، بيستحمل اي ضربه بيتعرض لها، والاهم من ده كله هي خفته في الحركه وسرعته. ويفوز كاسيوس فعلا في كل المباريات اللي خاضها في الاولمبياد ويوصل للنهائي اللي فيه بيفوز على بطل بولندا وبيحقق الميداليه الذهبيه للوزن الخفيف في الاولمبياد، ويتم اعلان كاسيوس انه بطل امريكي، تبدأ تتهافت عليه الشركات الإعلانية علشان يكونوا وياخدوا حقوق الرعاية بتاعته في البطولات اللي جاية. والتهافت ده كان لأن هم شايفين فيه صفقة مربحة جدا. الواد فعلا كان مختلف، كان بيقدم مهارات جديدة جدا في عالم الملاكمة، وفعلا كان بيوفي بالوعود دي كلها لأنه ما خسرش ولا مباراة لعبها في الفترة دي. فبعد الذهبية الأولمبية اللي خدها دي يشارك في بطولة الوزن الثقيل في بريطانيا، وهناك بيغلب هنري كوبر سنة 1963 وبيطيح السنة اللي بعدها سنة 1964 بطل العالم للوزن الثقيل سوني ليستون علشان يكون صاحب لقب بطل العالم للوزن الثقيل لاول مره ليه في حياته. ويرجع كاسيوس مره ثانيه لامريكا وسط بروباجندا واهتمام اعلامي بيه، لكن الناس تتفاجئ انه بيروح يسمع دروس بتعملها جماعه أمة الإسلام السوداء في امريكا، ومره واحده كاسيوس بيفاجئ المجتمع الامريكي والعالم الاسلامي كله انه اشهر اسلامي ويحول اسمه من كاسيوس لمحمد علي. الناس وقتها تبقى في حاله ذهول تام، الراجل اللي احنا كنا طالعين بيه السما ده هنتعامل مع اسلامه ده ازاي؟ احنا نسينا لونه ونسينا العنصريه ونسينا كل حاجه وحبيناه فعلا. يقوم يسلم، يتحول تماما. الضربه الاولى اللي وجهها محمد علي للمجتمع الامريكي بعد اشهار اسلامه اتبعها بضربات اشد قسوه منها، وهو انه بدا يحضر الخطابات بتاعه مالكم إكس المناضل الاسلامي اللي كان موجود في امريكا في الوقت ده، وكان بيصر اصرار تام على ان مفيش حد يندهله غير باسمه، انا اسمي محمد علي. بس احنا دلوقتي داخلين على سنه 1967، ولو انت ما تعرفش ان امريكا في الفتره دي شاركت في حرب اسمها حرب فيتنام، ويعرف انه لما ينضم للجيش الامريكي هيشارك في حرب فيتنام، هيكون مع القوات اللي هتسافر من امريكا لفيتنام وتحارب هناك، فيرفض الانضمام للجيش الامريكي وقتها بدافع ديني، انا الدين بتاعي بيقول لي ان انا ما اروحش اقتل حد هو ما اذانيش، وكان بيصرح اكتر من مره ان الفيتناميين الأمريكيين ما كانوش بينادوه بالزنجي، ولكن المجتمع الأمريكي كان بيناديه بالزنجي وبيمارس العنصرية عليه. فمن البديهي إن أنا ما أروحش أقاتل ناس وحارب ناس ما بيأذونيش. فيتقبض على محمد علي بتهمة عصيانه الأوامر العسكرية، ويتم تجريده من كل الألقاب اللي هو كان بيحملها ساعتها، واللي كان أهمهم طبعا لقب بطولة العالم للوزن الثقيل. ومش بس كده، دي وزارة العدل الأمريكية بتقدم ليه دعوة قضائية وبتوجه له فيه تهمة خيانة البلاد. بس على الرغم من كل الثورة اللي كانت قائمة على محمد علي في الوقت ده، إلا إنه فضل متمسك بالمبادئ بتاعته، وإن الوازع الديني بتاعه كان هو المانع الأساسي ليه في إن هو ما يشاركش في الحرب. لكنه على الرغم من ده كله بيتم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه $5000 ومنعه من ممارسة الملاكمة لمدة 3 سنين. فبيدفع محمد علي الغرامة الكبيرة اللي توقعت عليه دي زائد كفالة علشان خاطر ما يتسجنش، لكنه بيفضل قاعد 3 سنين في البيت. 3 سنين دي فترة كبيرة جدا لأي رياضي. أي حد بيلعب كرة قدم مثلا على سبيل المثال، لو قعد على الدكة أسبوعين أو 3 وهو نجم الفريق مثلا، بيكون قايد نار، مش قادر يستحمل قعدته على الدكة دي. خيال بقى بطل العالم للوزن الثقيل ممنوع من إن هو يلعب اللعبة اللي بيحبها لمدة 3 سنين، وبيرجع للحلبة مرة تانية سنة 1970 ويفوز في مباراة على جيري كواري علشان يثبت لكل الناس إن هو جاهز يرجع اللقب بتاعه مرة تانية. في السنة اللي بعدها المحكمة العليا الأمريكية تسقط كل التهم اللي كانت مرفوعة على محمد علي، ويرجع سنة 1971 في مباراة من أهم المباريات اللي اتلعبت في تاريخ الملاكمة واتسمت بمباراة القرن، اللي كان بيلعبها قصاد الملاكم العالمي جو فريزر. طيب تقول لي ليه مباراة زي دي تعتبر مباراة مهمة؟ أقول لك إن الخصمين في الوقت ده كل واحد فيهم ما كانش خسر ولا مباراة قبل كده، كلهم فازوا بكل المباريات اللي لعبوها، زائد إنها كانت أول مباراة رسمية لمحمد علي بعد خروجه من المشاكل الكتيرة اللي كان داخل فيها، وبعد فترة التوقف اللي كان قاعدها دي كلها الناس كانت مستنية إيه اللي هيحصل في المباراة دي. هل محمد علي الفورمة بتاعته راحت؟ الحقيقة كان معاهم حق. محمد علي ما استحملش المباراة مع جو فريزر، لكنه فضل مقاوم جو فريزر لمدة 14 جولة، وفي الجولة ال15 محمد علي بيخسر الماتش، خسارة حصلت بعد 31 فوز، اللي هو بالمناسبة رقم كبير جدا في عالم الملاكمة. بس بيبدأ يظهر تحدي جديد عند محمد علي، وهو ظهور شاب شبهه إلى حد ما لما كان صغير اسمه جورج فورمان، شاب ضخم وفي نفس الوقت هو بطل العالم للوزن الثقيل. فبيتم تحضير مباراة ليهم في زئير في أفريقيا، مباراة اتسمت برامبل إن جنجل، الملاكمة في الأدغال، وسط بروباجندا إعلامية بتقول إن محمد علي عمره ما هيقدر يفوز على جورج فورمان، وإن محمد علي عجز خلاص وما بقاش قادر على الملاكمة. لكنه أخرس كل الناس اللي شككت فيه في الجولة الثامنة لما بيوجه ضربة قاضية لجورج فورمان علشان يفوز بلقب بطل العالم للوزن الثقيل للمرة الثانية ليه، بعد مباراة بيقول عنها محمد علي إنها كانت المباراة المحببة لقلبه في تاريخه. بعد ما محمد علي يرجع اللقب ليه مرة ثانية، يستعد لمواجهة عدوه اللدود جو فريزر، ويمشي الماتش بمصطلح صاحب النفس الطويل هو اللي هيكسب. 13 جولة متتالية، ونوصل للجولة ال14 ويثبت محمد علي إن هو على قدر الاستحقاق إن هو يكون بطل العالم للوزن الثقيل لما يغلب جو فريزر في الجولة ال14. لكن يبدأ يظهر نزال جديد وتحدي جديد سنة 1978. المباراة دي لعبها محمد علي في شهر فبراير، بس بيخسر فيها، وبالتالي بيخسر اللقب بتاعه. بس بيجي في شهر سبتمبر وبيرجع اللقب بتاعه عادي في مباراة تاريخية يكون فيها محمد علي أول لاعب ملاكمة يفوز بلقب بطل العالم للوزن الثقيل 3 مرات، رقم قياسي ما اتحققش قبل كده في تاريخ الملاكمة. فنوصل لسنة 1980 ويدخل في نزال مع الشاب لاري، لكن السن المرة دي كان عائق حقيقي قدام محمد علي، فيتهزم محمد علي ويخسر اللقب، وشارك في مباراة تانية بعد الهزيمة اللي فاتت دي بسنة لكنه برضه بيخسرها. فيقرر محمد علي إن هو هيتقاعد، وبعد التقاعد ب3 سنين بيعلن محمد علي إصابته بالشلل الرعاش. لكنه على الرغم من المرض وعلى الرغم من إصابته بأمراض تانية في عموده الفقري، إلا إنه كان نشط جدا في الحياة العامة، فكان بيشارك في أي فعاليات مناهضة للعنصرية وكذلك في أي حدث رياضي كبير. فمثلا في أولمبياد أتلانتا سنة 1996 كان هو اللي بيحمل شعلة الأولمبياد، وبسبب الآلام المبرحة اللي كانت في ظهره وكانت مأثرة على جسمه كله بسبب الأمراض اللي قلتها لك اللي كانت في عموده الفقري، يروح يعمل عملية في عموده الفقري، ولكن العملية بتفشل وبتسبب إن محمد علي يكون غير قادر على الحركة وغير قادر على الكلام والتواصل. ومع وصولنا ل 3 يونيو سنة 2016 بتتضاعف الأمراض اللي عند محمد علي علشان يموت أسطورة الملاكمة وهو عنده 74 سنة. حياة الملاكم محمد علي بتعلمنا يعني ايه اصرار، بتعلمنا يعني ايه عزيمة، والاهم من ده كله بتعلمنا يعني ايه نواجه، يعني ايه مبدأ انا عايش بيه، يعني ايه رغبة في التقدم على الرغم من الصعوبات اللي بتواجهك. هو شخصية لازم نهتم بتاريخها ولازم نعرف الناس مين هو الملاكم المسلم محمد علي. وبس اعزائي المشاهدين، انا كده خلصت كلامي عن محمد علي. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير ليها، وتقول لي رايك تحت في الكومنتس. كمان هتلاقي في الديسكربشن لينكات فيسبوك وانستجرام وتشينو، روح تابعني هناك، وهتلاقي لينك باتريون ورقم فودافون كاش لو عايز تتابع الحلقات اللي جايه او تتابع القناه بشكل عام والمحتوى اللي بنقدمه هنا على القناه. تابعوني عن طريق الوسيلتين دول، واستنى الشاشه الجايه عشان هينزل عليها فيديوهات انا كنت عاملها قبل كده. وبس كده، السلام عليكم.